السلام عليكم. في الفيديو ده انا عايز اتكلم عن الماتريكس اكسبوننشال اي باور اي تي، حيث الاي ده ماتريكس. الكلام ده هيفيدنا كمان شويه في ان احنا نسولف سيستمز اوف لينير ديفرنشال ايكويشنز، والسيستمز اوف لينير ايكويشنز دي بتساعدنا عشان نسولف ايكويشنز او ديفرنشال ايكويشنز اوف هاير اوردر زي ما هنشوف بعد كده يعني. طيب خلينا نبدا واحده واحده. اولا ايه هي الاي اس اي تي؟ يعني ايه مفهوم ده؟ يعني ايه اي اس اي تي؟ يعني ايه اي اس باور ماتريكس؟ او بمعنى ادق ازاي نحسب حاجه زي كده؟ قال لك احنا هنحسب حاجه زي كده عن طريق ان احنا نعمل حاجه مناظره للاي اس اكس العاديه بتاعتنا خالص، عشان الاكس ده السكيلر. طيب الاي اس اكس عباره عن ايه؟ احنا عارفين من خلال تايلور اكسبانشن ان الاي اس اكس عباره عن سيجما اكس اس ان على فاكتوريال ان، والان بتتحرك من اظن واحد ولا من زيرو، من زيرو تقريبا لانفينيتي. فالاي اس اكس اساسا عباره عن واحد زائد اكس بلس اكس تربيع على مضروب اتنين زائد اكس تكعيب على مضروب تلاته او على فاكتوريال تلاته وهكذا لحد الاخر. طيب قال لك بنفس الشكل هنعرف او هنديفاين الماتريكس اكسبوننشال ده بنفس الطريقه دي. هقول ان الاي اس اي تي ايه المناظر للواحد في ماتريسيز الاي، يعني بيساوي اي زائد هنا اكس كانت اكس، يبقى هنا اي تي هحطها زائد اي تي زائد اي تي الكل تربيع على مضروب 2 على فاكتوريال 2 زائد اي تي كل يبقى على مضروب 3 وهكذا. فده كده الديفينيشن بتاع ماتريكس اكسبوننشال. خدنا التيلر سيريز العادي خالص وعملنا له اكستنشن في حاله الماتريسيز. طيب هنيجي هنا المشكله دلوقتي. لو انا عايز احسب فعلا اي اس اي تي ده بشكل ما، يعني هيكون عندي مشكلتين. اولا دي انفاينايت سيريز، تمام، فبالتالي انا محتاج بشكل ما اخد برضه، يعني ممكن اعمل ابروكسيميشن واخد شويه ترمات واتجاهل الباقيين بشكل ما يبقى ابروكسيميشن. المشكله الثانيه ان برضه الاي تي ده عباره عن ماتريكس ومحتاج مثلا ماتريكس تكعيب، ماتريكس اس 4، ماتريكس اس 5 وهكذا. فبلاقي ان انا بتعرض لنفس المشكله تاني اللي تعرضت لها قبل كده، وهي ان انا مش عايز اضرب ماتريسيز اوف هاير دايمنشنز في بعض. الكلام ده حلناه قبل كده عن طريق الدايجونالايزيشن. طيب كنا قلنا ان اي ماتريكس A عباره عن، اقدر اعبر عنها ان هي عباره عن P في D في B minus 1 بافتراض independent eigen vectors. وقلنا ان ده بيخليني اوصل ان A اس K يساوي D في D اس K في B minus 1. طيب دي كانت نظريه. عندنا نظريه ثانيه شبهها بالظبط هنا للماتريكس X، دي كانت نظريه للباور اوف ماتريكس. عندي نظريه ثانيه للماتريكس اكسبوننشال بتقول ان E اس A T لو الماتريكس A has independent complete set of eigen vectors اقدر اعبر عنها ان هي عباره عن P في E اس A في E اس دي تي في بي ماينس 1. طيب ازاي نثبت الكلام ده؟ تعال نشوف الماتريكس دي ونحاول نثبت المعلومه اللي تحت دي او النظريه اللي تحت دي. هي كده، دي كده هي الاي اس اي تي. طيب هشيل كل A واحط الدياجونال فورم بتاعتها اللي هي بي في دي اس كي في بي ماينس 1. هيبقى عندي دلوقتي الاي اس اي تي عباره عن اي بلس دي كده هتبقى بي في دي بي ماينس 1 تي، وهنا هتبقى A تربيع اللي هي عبارة عن B دي تربيع B minus 1 T تربيع على مضروب 2، وهنا بنفس الطريقة هتبقى B دي تكعيب B minus 1 T تكعيب على مضروب 3 وهكذا. طيب طبعا T تكعيب ده عبارة عن constant في الآخر، ده رقم يعني مش ماتريكس ولا حاجة، فعادي اتحط هنا اتحط في الأول في الآخر مش فارقة معايا خالص. طيب قال لك أنا ممكن آخد B عامل مشترك من ناحيه الشمال والبي ماينس 1 عامل مشترك من ناحيه اليمين او كومن فاكتور. طيب والاي دي ممكن اعبر عن الاي ان هي بي في بي ماينس 1. انا كده ما عملتش حاجه غلط، يبقى هلاقي ان الاي اس اي تي هتكون عباره عن هاخد البي من ناحيه اليمين واخد هنا بي ماينس 1 من ناحيه الشمال. هيبقى لي هنا مين؟ هنا هيبقى لي اي، انا خدت دي ودي فبقى هنا اي بلس دي تي بلس دي تربيع
تي تربيع على مضروب 2 بلس دي تكعيب تي تكعيب على مضروب 3 وهكذا. طيب فالكلام ده عباره عن ايه الشكل اللي جوه ده؟ هنلاحظ ان الشكل اللي جوه ده هو نفس الشكل الاولاني خالص، اللي هو نفس الشكل ده، بس بدل الايه حطيت دي اللي هي الدايجونال ماتريكس. فدي كده اي اس دي تي، يبقى كده بيساوي بي اي اس دي تي في ماينس 1. ده اللي انا كنت عايز اثبته، ان اي اس اي تي يساوي بي اس بي في اي اس دي تي في بي ماينس 1، برضه بافتراض ان عندي اندبندنت سيت اوف ايجن فيكتورز، لان دي هي الايجن فيكتورز ماتريكس ومحتاج اعمل لها انفرس. طيب جميل، دلوقتي عرفت ابسط الاي اس اي تي لبي في اي اس دي تي في بي ماينس 1. طيب بس برضه الاي اس دي تي دي ايه هي الاي اس دي تي؟ ما انا برضه مش عارف، يعني مين قال ان دي حاجه بسيطه؟ يعني في الاخر احنا لما كنا عملنا في دي اس كي كنا عرفنا ان دي اس كي حاجه بسيطه، علشان الماتريكس لما اعمل لها باور بباور بس الحاجات اللي على الدايجونال طالما هي دايجونال ماتريكس. مين قال ان اي اس دي تي دي حاجه بسيطه وهتسهل لي اي حاجه؟ نبدا نحاول نشوف ايه هي الاي اس دي تي. طيب تعال نجيب الاي اس دي تي لوحدها. اي اس دي تي عباره عن ايه؟ عباره عن اي زائد دي تي زائد دي تربيع تي تربيع على مضروب 2 زائد دي تكعيب تي تكعيب على مضروب 3 وهكذا. طيب تعال نفترض ان الماتريكس دي 3 في 3، نفترض ان انا عندي الدي عباره عن دي، نفترض ان هي عباره عن لامدا 1 ولامدا 2 ولامدا 3 0 0 0 0 0 0 ونحاول نشوف ده هيديني باترن عامل ازاي. هلاقي ان الاي او سي دي تي عباره عن دي اي اللي هي 1 1 1 0 0 0 0 0 0 زائد دي تي اللي هي عباره عن لامدا تي ولامدا تي 0 0 زائد 1 على مضروب 2 في دي تربيع، بحط بربع الدايجونال لامدا لامدا تربيع تي تربيع، وهنا لامدا تربيع تي تربيع، طبعا دي لامدا 1 دي كده لامدا 1 ولامدا 2 لامدا 1 ولامدا 2 وهنا 0 0 وهكذا. هنا هيبقى 1 على فاكتوريال 3 لامدا، ايه ده هو ناقص احسن، انا كده عملتها غلط، المفروض ده كله يكون 3 باي 3، طب ما نخليها 2 باي 2 وخلاص احسن، ولا مش عارف يعني ماشي، تعالى نصغر ده كده، نزود الويتس شوية، نصغر دي شوية، المفروض يكون 3 في 3 في 2 في 2، فدي كده لامدا 1 تي وهنا 0 0 0 لامدا 2 تي 0 0 0 لامدا 3 تي زائد 1 على فاكتوريال 2 واجي هنا برضو لامدا دي تربيع هتكون عبارة عن لامدا 1 تربيع 0 0 طبعا دي هنا في تي تربيع هنا 0 لا هنا تبقى لامدا 2 تربيع تي تربيع 0 زيرو زيرو لامدا 3 تربيع تي تربيع وهكذا بقى تطلع زيها وهكذا. طيب طبعا لما بضرب كونستنت في ماتريكس فانا بضربه في كل الترمات اللي هنا، يعني بتضرب هنا وهنا في التسع ترمات، يعني ضرب كونستنت في ماتريكس. طيب فده هيساوي في الاخر، شوف كده الماتريكس الكبيره هتكون عامله ازاي. هلاقي ان اول ترم 1 بلس لامدا 1 تي بلس لامدا 1 تربيع تي تربيع على مضروب 2، هنكمل كده زائد لامدا 1 تكعيب تي تكعيب على مضروب 3 وهكذا. وبعدين هيديني هنا 0 0 هنا هيديني 0 وتاني ترم هيكون نفس الطريقه بقى 1 زائد لامدا 2 تي زائد لامدا 2 تربيع تي تربيع على مضروب 2 زائد وهكذا، وهيديني هنا 0 والتالت نفس الكلام 0 0 1 زائد لامدا 3 تي زائد لامدا 3 تربيع تي تربيع على مضروب 2 وهكذا. طيب ما ايه الشكل ده؟ الشكل ده هو السكيلر فيرجن اوف تايلور سيريز اوف اي اس اكس، ده كده 1 زائد اكس زائد اكس تربيع على مضروب 2 زائد اكس تكعيب على مضروب 3 وهكذا. فده عباره عن هنا اي اس لامدا
واحد تي واحد زائد لامدا واحد تي زائد لامدا واحد تربيع تربيع اتنين وهكذا زيرو زيرو وهنا زيرو اي اس لامدا اتنين تي زيرو وهنا زيرو زيرو اي اس لامدا تلاتة تي وهكذا. لو الماتريكس كانت ان في ان هيبقى هنكمل كده على الدياجونال، فالكلام ده هو اللي بيساوي اي اس دي تي. فبرضه بترجع تاني نلاقي ان الايجن فاليوز مهمه جدا 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 عندنا، بتدينا تسهيل جدا في الرياضه. واثبتنا كده ان برضه الاي اس دي تي دي رغم ان هي ماتريكس اكسبوننشال فهي برضه بسيطه، بيجيب بس اكسبوننشالز لسكيلر فاليوز على الدياجونال ومليش اي ومفيش اي مشكله، برضه الكمبيوتيشن بتاعها سهل. فبالتالي كده اثبتت ان اي اس اي تي عباره عن بي، دي موجوده سهله، وبي ماينس 1 سهله، واي اس دي تي برضه سهله. فكده هعرف اجيب الماتريكس اكسبوننشال اي اس اي تي بدلاله الدياجونال فور بتاعتها. طيب كده بقى ايه؟ بقى ان احنا نعرف ايه لازمه الماتريكس اكسبوننشال اصلا عندنا، وقلنا ان احنا نحل بيها سيستمز اوف ديفرنشال فيرست اوردر ايكويشنز. فنشوف الكلام ده في الفيديو الجاي.